مرحبا بحضراتكم مرة تانية. نبتدي جولتنا النهاردة من الألعاب الجماعية من كرة السلة. تحيات كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة وجه الشكر للكابتن أحمد مرعي المدير الفني السابق للمنتخب على الفترة اللي قضاها مع الفريق، وتم الاستقرار على التعاقد مع مدرب أجنبي في الفترة القادمة، وإن المدرب ده هيكون متفرغ، لأن زي ما احنا عارفين طبعا إن كابتن أحمد مرعي كان بيتولى تدريب المنتخب بجانب تدريب فريق الاتحاد السكندري، وده كان فكرة عن اتحاد كرة السلة ان المدرب يكون متعايش الاجواء بين مباريات الدوري وتدريب المنتخب، ولكن الفترة القادمة هيكون المدرب متفرغ. يعني الفترة اللي فاتت كان في فكر، والفترة اللي جاية الاتحاد شايف فكر اخر. الحديث داخل اتحاد كرة السلة في التفاوض مع مدرب امريكي الجنسية، وهو الاقرب خلال الايام اللي جاية للاعلان عن تولي تدريب المنتخب الاول لكرة السلة، وده طبعا بعد عدد من السير الذاتية للمدربين اللي عرضت على الاتحاد واللي لسه هياخد القرار النهائي فيها. اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة السلة اللي عقد خلال الساعات الماضية شهد تعيين المهندس محمد عبد المطلب نائب لرئيس مجلس الإدارة بعد انتهاء الانتخابات، وتعيين الكابتن عمرو أبو الخير مدير فني لمنتخب الشباب تحت 18 سنة.